حصيلة إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بنسبة 100% بحلول سنة 2022 للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، منذ سنة 2008 قام المغرب بإطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، وقد كان من بين أهدافه إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بنسبة 100% بحلول سنة 2022. لذا نسألكم السيد الوزير عن حصيلة إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بنسبة 100% بحلول سنة 2022. شكرا. شكرا سيد النائب. تفضل السيد الوزير. في إطار النيابة على السيدة الوزيرة، يسعدني أن أقدم إليكم المعطيات التالية. أولا، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات الذي أعطيت انطلاقته سنة 2008 وغينتهي في سنة 2022، تم تحقيق مجموعة من الإنجازات. أولا، الرفع من معدل جمع النفايات المنزلية بالمراكز الحضارية بطريقة نهائية من 44% إلى 96% سنة 2008. الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح إلى 63% مقابل 10% سنة 2008. المساهمة في إنجاز 13 مركزاً لفرز وتتمين النفايات، تأهيل 66 مطرحاً عشوائياً، وإعداد 51 مخططاً إقليمياً لتدبير النفايات المنزلية. شكراً. شكراً السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكراً السيد الوزير. قامت بلادنا بمجهود كبير في مجال تدبير النفايات، من بينها إطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، والذي حدد له سقف سنة 2022 لإنجاز أهدافه. إلا أنه رغم كل المجهودات التي تم القيام بها في هذا المجال، لا زالت حصيلة البرنامج فيما يخص إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبة إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 19-20 في الشق المتعلق بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات والنفايات الممثلة لها 24%، وتم تسجيل تأخر ملحوظ في إنجاز المطارح المراقبة، إذ أن الكميات المودعة لم تتعدى 3.95 مليون مقابل هدف 6 مليون طن في سنة 2020. وتعزى هذه الحصيلة حسب التقرير للعديد من الإكراهات، منها عن التوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والإشكالات المرتبطة بالتمويل والحكامة. سيد الوزير، يجب التغلب على الإشكاليات المرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات واستدراك التأخر الحاصل في هذا المجال. فمثلا بمنطقة قليل ورزات طازلاخ الكبرى التي تضم 5 جماعات، ومنطقة سكورة التي تضم 5 جماعات، ومنطقة إغرمن وقدال التي تضم أيضا 5 جماعات، هذه المناطق كلها تعاني من غياب تام للمطارح المراقبة، وبالتالي هناك مطارح عشوائية. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. دائما بخصوص المراقبة البيئية، تقوم الوزارة بتنسيق مع باقي الأجهزة المكلفة بالدرك الملكي والسلطات المحلية بتنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة واللي تكلمتي عليه السيد النائب، وذلك من خلال إجراء عملية تفتيش والمراقبة للعديد من القطاعات الصناعية. وقد بلغ عدد عمليات المراقبة خلال سنة 2022 ما مجموعه 1055 عملية مراقبة، حيث شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية بمختلف جهات المملكة. كما تمكنت الشرطة البيئية خلال هذه السنة من ضبط مجموعة من المخالفات لمقتضيات القوانين البيئية، وتم تحرير محاضر بشأنها وإرسالها إلى السلطات المختصة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير.